لكم أن تتخيلوا مرة على فيلم تايتانيك 25 عاماً منذ عرضه للمرة الأولى في عام 1997. الآن سيعاد عرض هذا الفيلم العالمي بتقنية 3D وال4K في دور السينما بإيطاليا وفرنسا والسويد. سيتزامن العرض مع احتفال العالم بعيد الحب، حقق بقصته الخالدة أرقاماً قياسية على مدى 12 عاماً. ولهذا ينتقد العديد من النقاد إعادة عرض الفيلم متوقعين خيبة أمل كبيرة في شباك التذاكر، بينما أيد مخرجه جيمس كاميرون إعادة عرض تايتانيك معتمداً على فوز الفيلم بما يقرب من 90 جائزة و47 ترشيحاً من مختلف الهيئات المانحة للجوائز حول العالم.